يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يصلي. صحيح لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن لو أنت جبت مفتاح خام زي اللي بيبقى عند بتاع المفاتيح اللي لسه ما خدش أسنان يعني، هل ده ممكن يفتح؟ فإن جئت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح لك. فلا إله إلا الله بد معها من العمل، الإيمان قول وعمل. وبالتالي وقد اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة، فمن قائل إنه تارك الصلاة جحودا طبعا كافر، جحودا بينكر الصلاة كافر كفرا أكبر، لكن تارك الصلاة كسلا بعض العلماء يقول هو كافر مشرك لا حظ له في الإسلام، وفريق آخر من الأئمة يرى أنه مسلم عاص فاسق لكنه مرتكب ذنبا هو أشد من السرقة وقتل النفس وأكل الربا والزنا، ترك الصلاة أخطر من كل هذه الذنوب. فأنا بس مش يعني ليس هذا مقام الحسم في هذه المسألة، لكنني أهمس في أذن تارك الصلاة، هل تقبل أن يكون انتماؤك إلى ملة الإسلام ودين خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم مسألة محل خلاف؟ واحد يقول عليك كافر مشرك مثل أبي جهل وأبي لهب، والتاني على أحسن الأحوال بيقول إنك شر من الزاني والسارق وأكل الربا وشارب الخمر وقاتل النفس، من يقبل نفسه أن يكون إيمانه وإسلامه محل خلاف؟ فريق بيكفره وفريق بيقول بيصف بهذه الصفات. أكتفي بهذا.